تسلل حسين طويلة من حسين هاني كاتوري بيعلي يوسف جازع بالعرض لعبد الرحمن اليوسف بيشوطها تتصلح الى خالد النفيسة وخالد بالعرض بالمرمى يا سلام يوسف جازع كورة جميلة بيلعبها خالد النفيسة وترتد له مرة ثانية جميلة حلوة وتمركز جيد لخالد النفيسة يلعبها على طول ترجع ليوسف جازع حطها بقوة في حلق المرمى الاتحادي ويسجل الهدف الأول للهلال وبعد مرور هذا خالد النفيسة رقم 9 اهو لعبة عرضية ما لعبها في المرمى ارتدت ويوسف جازع كان متابعها ويحطها بقوة في قلب المرمى الاتحادي خالي ويسجل بها الهدف الأول للهلال هدفين للاتحاد هدف للهلال يوسف جازع في الدقيقة 32 بيسجل هدف الهلال